السلام عليكم اخواتي، يا رب تكونوا بخير ودايما ودايما بخير وفي احسن حال يا رب. نتكلم كده مع بعض وهنوضح كام حاجة لناس كتير ممكن ما تكونش واضح لها الصورة بخصوص البوست اللي انا نزلته امبارح، بس عشان يعني مش هتكلم في الموضوع ده تاني، مش يعني مش هطلع تاني اتكلم في الموضوع ده، لان هو موضوع بفضل الله خلاص انا خدت القرار. في ناس هتقولي طب ليه، يعني هو من غير ليه والله. طبعا في ناس كتير مستغربة من البوست دوت والقرار اللي انا خدته، ويمكن يكون بعض الناس وايا يكن اقلية يعني بيقول لك ايه ده، انت ممكن تكون عايز تعمل ترند او عايز تعمل تجمع لايكات او كده، يعني تعمل جدل في السوشيال ميديا. والله انا عايز اقول لك يعني ان مفيش هزار في الحاجات دي يعني. طب ليه انا عملت كده في على السوشيال ميديا، وليه انا طلعت اتكلمت مع ان انا كنت ممكن انسحب عادي يعني من غير ما اطلع اتكلم على السوشيال ميديا، او اللي انا اطلع اقول انا يا جماعه مفيش تاني اغاني ومفيش الكلام دوت ومش هرجع لطريق الاغاني ده تاني. لكن انا حبيت اللي انا اطلع اقول عشان اعرف اعيش حياتي التانية الجديدة من غير ما حد ما يكون شايفني علي قدورة اللي كان مطرب او اللي كان بيغني مهرجانات. يعني مش بقول لكم اللي انا يعني هبقى شيخ وخلاص يعني استشيخ، بس يعني الموضوع هيجي تدريجيا، لان انت جاي من حاجة وداخل في حاجة تاني. فكل اللي انا طالبه من اخواتي بس اللي هو تدعوا لي بالثبات وربنا يثبتني بس ويكمل لي اللي انا فيه دوت على خير، بعيدا عن الاغاني بقى. هو اي نعم هتلاقوا ان شاء الله الفترة اللي جاية بس اهدى من اللي انا فيه ده، لان انا بيجيلي كلام كتير وفي ناس ياما عايزة تعرف. فانا قلت انا احل النزاع دوت واطلع انا اقول الموضوع ده، لا هو انا لا اول ولا اخر واحد اعتزل عن الاغاني طالما انا شايف ان ديت غلط. اللي شايف ان هي صح والله تمام، انا افضل ان انا اسكت، مش هتكلم في الحلال وفي الحرام لان ديت حاجه ترجع للبني ادم. الحمد لله رب العالمين على الفوقه دي. تاني هرجع اقول لكم انا مش هبقى شيخ واروح اخطب في الناس، لا انا هبقى شاب عادي. ان شاء الله في الخطه اللي جايه يعني هيبقى في شغل ليا ان شاء الله، وهيبقى في مصدر رزق ليا طبعا، لان انتوا عارفين انا واحد عندي بيت وعندي مسؤوليات ووالدتي وبيتي وزوجتي وناس تانية كتير من عيلتي انا، يعني الحمد لله رب العالمين يعني. ف ان شاء الله هي الدنيا ما خلصتش على الاغاني، الدنيا ما ولا بقول لا اقول حلال ولا اقول حرام، بس هي خطوة انا حبيت اللي انا اخدها. الحمد لله انا اخدتها، مسحت كل الصور بتاعتي معناها كانت مجرد صور يعني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، مسحت كل الاغاني بتاعتي اللي على اليوتيوب الخاص بيا، مسحت كل الفيديوهات اللي كانت على التيك توك، لان انا هبدل الحاجات ديت ان شاء الله بحاجات تانية احلى ان شاء الله، ادعية قرآن ان شاء الله وحاجات من ديت. فان شاء الله ربنا يوفقني في اللي جاي وحياه جديده وحياه اكيد جميله، اكيد اكيد جميله. بس انا طلعت اقول للناس الموضوع انا مش محتاج شو، مش محتاج الكلام دوت يعني، الحمد لله رب العالمين. والله انا ما كنتش عارف ان البوست هيعمل الضجه دي كلها، فانا طلعت اوضح للناس بس عشان انا بيجيلي اتصالات كتير وانا قافل تليفوني بالفعل من امبارح، فكله على النت. فالحمد لله رب العالمين على الخطوه اللي انا خدتها ديت،
وان شاء الله اللي جاي احلى. كفايه قوي اللي انا عملته الفتره اللي فاتت، مع اني والله مش يعني كان طيش شباب، بس الحمد لله رب العالمين، وربنا يثبتني ويكمل على خير يا رب، وما يبقاش ليها رجع ابدا، وربنا يهدي الجميع واشوفكم في احسن حال. وانا مش هغيب عنكم، انا هبقى متواصل على طول على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، بس قرآن او ادعية او انشاد. فانا لسه هقعد مع نفسي واخد الريسك، بس اهم حاجة انا عملتها في حياتي ان انا خدت الخطوة ديت، قربت من ربنا ونويت، وان هي خالصة لله ان انا مش هرجع للموضوع ده تاني. واي حاجة تنزل لي الايام اللي جاية، لان انا كان في شغل انا مسلمه انا بريء منها خلاص بقى. وحتة الحلال والحرام ديت تقريبا معرفش، الناس على قناة الحدث امبارح انا كنت في مداخلة، فكان معايا حد من علماء الازهر، فقال لي فلوسك اعمل بيها مشروع وابدأ من جديد، طالما انت مكنتش عارف ان الحاجة ديت يعني انت مش سارقها، مش سارق الفلوس دي. الحمد لله رب العالمين، والله اعلى واعلم يعني. ف ربنا يهدي الجميع، وانا كنت حابب بس ان انا اطلع ابين لكم الموضوع ده، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم ويصلح الحال يا رب، ويهدي الشباب ويبقوا احسن حال، ويبقوا في احسن حال. وربنا يا رب يدي لكل حد اللي هو بيتمناه، يبني جامع الدور ان شاء الله. والله لو معايا ابني ربنا ييسر الاحوال يا رب. والحمد لله رب العالمين، مش طول عليكم، بس انا حبيت اطلع اوضح الموضوع دوت، واشوفكم على خير. السلام عليكم. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.